يشارك مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي ضمن لجنة التحكيم للموسيبة الرسمية لمهرجان صيف الزرقاء المسرح العربي بالأردن بمحافظة الزرقاء. ويعمل اسطنبولي على إعادة تأهيل سينما الكوليزية التاريخية ببيروت ونيل جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية بباريس عام 2023، وتم تعيينه مستشار ثقافي بالمجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي ببوسطن بالولايات المتحدة وبمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك لدوره البارز على الصعيد الثقافي بلبنان والمنطقة العربية.